اهلا ومرحبا بكم في شكل جديد للفيديوهات اللي بنعملها، عشان احنا في ايجيبت وكده. ففي اغنية شفتها فلفتت انتباهي، وهوريكم لفت انتباهي ليه. هتكلم عنها بشكل كده مختلف ان شاء الله. اغنية راز على الباب للاستاذ يونس، هو اسمه كده يونس. انا هعمل لكم ليها تحليل بشكل مختلف كده، مش عايز اقول تحليل استراتيجي عشان الاستاذ هشام عفيفي. بنتعلم. تبدأ بتلاقي الأستاذ يونس نايم على السرير، وبتخش عليه الأستاذة اللي هي هترزع الباب. فمن هنا ضل اسم الأغنية اللي هو رزع الباب. فهي بترزع الباب برجليها وبتدخل. هو بقى اتخض، ف اللي هو رزعت الباب كده اتخض، فصحي كده ايه ده حرام عليكي. فاللي هو اتخض، لسه هنستنانا مرفوق من الخضة، مش هنستناها، هننجز مع بعض. بعد ما بيقولها حرام عليكي هيبدأ الأغنية دلوقتي. فكلام الأغنية أنا مش هتكلم عنها خالص، بس هنعلق على بعض الحاجات في كلام الأغنية. نتخيلنا مع بعض كده، نستمتع بالأغاني المصرية الجميلة. هو بيقول لها هنا أنا لسه بفتح عيني، ودب برجع ورزع الباب، وداخلة بميت مشكلة، والحفل لسه ما شلتوش، وفطاري لسه ما اكلتوش. هو جاب جملة فطاري لسه ما اكلتوش عشان يوزن حتة ان هو الحفل لسه ما شلهوش، فاهمني؟ وفي مشكلة هنا اخوانا، ان اللي دخل عليه هو مش فاهم الحتة دي، يا ريت حد يتواصل مع الاستاذ ده. انت لما واحد يدخل عليك يتخانق، فمش هستناك تشيل اللحاف وهستناك تقوم، هيتخانق معاك على طول عادي، مفيش مشكلة حصلت في يعني تستدعي ان احنا نعمل ده كله. بالذمة بيقول لها حس على دمك حبه، مين دي صح واحد كده. انا عايز اقول له بس ان هو نفسه لازم يحس على دمه، لانه قاعد بتاع حاجه و20 ثانيه على السرير، وفي واحد او في واحده داخله تتخانق معاه، او في مشكله بتحصل. فانت اللي عايز تحس على دمك شويه وتقوم على السرير، مش هي اللي تحس على دمها وتصحيك بطريقه اشيك من كده. يعني مش هتقول لك يا بيبي قوم احنا هنتخانق، لا، هي هتدخل تتخانق على طول، ده عادي، فاهمني؟ فهو لازم يحس على دمه في الحته دي ويقوم بسرعه عشان يظبطها المره الجايه ان شاء الله. بيقول لها ما اتعلمتيش في المدرسه وفي البيت يعني معنى الزوج فوقك، لان هو تقريبا ما اتعلمش يعني ايه برضه الزوجه، فمش هنتكلم في الموضوع ده لان كان في مشاكل في المدرسه زمان. بيقول لها صبح وليل متعفرت منها ومتضايق منها ومخنوق منها، طب انت صابر ليه؟ ده كله هنفهم في نص الفيديو، هو يعني لها يعني المشكله كبيره. الكادر ده يا اخوانا محطوط مخصوص عشان يعني المغني نفسه اللي هو الاستاذ يونس يبقى قدامنا كده كلنا، وفي بلر ورا جوشن بلر كده عليها، هي بترمي الحاجات ورا كده، بترمي كده ايا كان اللي بترمي ده ايه، وفي مخده مرميه من الناحيه الثانيه. فهو معمول مخصوص عشان هو يقول الكلمتين دول، وهي في الخلفيه تبين ان في مشكله حصلت، يعني دور على حاجه مش عارفاها هي فين، يعني بتقلب في الحاجات المتعلقه في الشماعه ومسكتها ورمتها، مش هي دي اللي انا عايزاها فترميها، ما تعلقهاش مكانها، لا هي ترميها. فتقريبا كان في مشكله في المدرسه فعلا. بيقول لها ما بتحسيش، وبصراحه ما توصيش في الغم وفي النكد، خلينا متفقين ان انا والاستاذ يونس وانتو والمنتج واللي كاتب الكلام والمخرج مقتنعين ومتاكدين ان دي مش بتاعه نكد، هو اللي بتاع نكد، يعني دي ما تنكدش على حد، او ممكن في بعض الاحيان تنكد على حد، بس في الوقت ده هو جايبها عشان تبين ان هي مش بتنكد على حد. تعباني قوي، هو اللي بيقول ان شاء الله مش هتكلم هنا يا اخوانا. المربط الفرس، هو قال لها في الاول ما اتعلمتيش في المدرسه معنى الزوج، هو اثبت دلوقتي ان هو برده كان في نفس المدرسه غالبا اللي هو بيتضايق منها، لانه بيرمي زوجته كده في دماغه مركز. فهو المفروض ما فيش حد يمد ايده على مراته، ده المفروض مثلا. فهو لو متعلم في المدرسه يعني الزوجه كانت المفروض ما يعملش كده، المفروض يتكلم معاها بالحجه والبرهان. فهو متضايق خالص منها ومش فاهم هو متضايق ليه اساسا، هنفهم مش عارف هنفهم ولا لا بعد اخر الفيديو. برضه تاني يا اخواننا بيمسك كده كده ويزقها ويقول لها في النكد ما توصيش. وبرضه بفكر تاني ان انا وانت والمخرج والمنتج وكل الناس دي عارفين ان دي مش بتاعت نكد على الاقل دلوقتي. بيعيد تاني تعباني قوي. وفي حته مهمه عايز افضل الناس تعباني قوي، دي مش بتاعته هو. في حته عايز الفت نظرك منها، بيقول لها تعباني قوي وبدات تفتري. فكك من حته ان تعبانه قوي دي انا مش دعوه بيها، انا هنشوف مع بعض نفتري مع بعض ليه. هو حضرته هو اللي غلطان، لان هو اللي جاب لها كل حاجه ممكن. يعني احنا شايفين الكادر قدامنا، اولا اوضه النوم الجميله دي، هتلاقي على يمين السرير اللي هي زي الشماعه دي اللي بيعلق عليها حاجات، وعلى الشمال كده في كومودينو، وفي الدولاب بيتفتح كده. يعني اول مره اشوف الدولاب بيتفتح كده، ده ثراء فاحش، ده تعصب معيشه، ده اللي بنحكي فيه اخواننا. فهي يعني هي عندها حق تفسري بصراحه، في نفس الوقت في ملحوظه عايز الاحظها. هتلاقوا يا اخواننا على شمال الكادر خالص كده في زي حمام، الحمام غالبا ما فيش باب يتعمل يداري يعني يخبي الحمام من اوضه النوم. يعني شايفين في البانيو وفي اللي هو الحاجات الشامبو والكلام ده كله، دي مشكله. فانا عايزين نشوف مين مهندس الديكور اللي كان عامل الموضوع ده، محطوط ليه اصلا؟
يعني مش مشكلة يعني، كان ممكن يخفيها من الكاميرا، ده عيب سادي كان المفروض يخلوا بالهم منهم، لأن هو بيصور لازم يبين الحتة اللي هم قاعدين فيها اللي هي أوضة النوم. لو في حمام كان حط باب، كان حط شاي، كان حط ستارة. فغالبا الناس اللي ماسكة بتصرف على الموضوع ده، وكان في مشكلة معاهم في الستاير، فما فيش ستار كفاية، لأن أنا شايف في سجادة على الأرض عادي. مش عارف في تاني اخوانا، الاستاذ يونس بيقرب من الكادر، بيقرب من الكاميرا، وفي فكره في ورا هي كانت على يمين السرير، كانت على يمين السرير وبتعدي كده تبقى عشان تروح الدولاب، فبتعدي فوق السرير. في حته كنت عايز الفت نظرها ليها، هي لو حد فيكم يعرفها يعني ممكن يقولها الكلام ده، كان ممكن تعدي جنب السرير عادي كده، بس هي تقريبا اخذت ان كل الطرق تؤدي الى السرير، فناخد الطريق الاقرب اللي هو نعدي فوق السرير عادي. فهي رمت البتاع تاني وعدت فوق السرير، راحت برضو تاني الدولاب اللي احنا مش عارفين فيه ايه الدولاب ده. ده الكادر اللي خلص. الكادر اللي فات ده كان لما عدت من السجن، الكادر ده كنا هنلاقي فيه حاجه غريبه خالص. كان في الكادر اللي فات في مخده مرميه على الارض، على يمين على شمال السرير، وكان في القماشه او الهدوم اللي رميتهم كده دول وراها، فبقى على يمين السرير. في الكادر ده يا اخوانا مفيش، كله ترتب، كله اتظبط، غالبا هم اتصالحوا واتخانقوا تاني. فلو ده حصل يبقى بصراحه هي بتاعت نكت فعلا يعني. بصراحه منك مليتها وانا مليت من الاغنيه، بس مضطر اكملها عشان حضراتكم. هندخل للكادر الأهم في حياتي، وهو ده يا اخوانا اللي لفت نظري للأغنية، مش اللي فات خالص. أنا الأغنية لما شفتها من الحتة دي بس. أشوف فيك يوم، أنا مش هتكلم معاكم في اللي هو لابسه، مالناش دعوة كل الناس تلبس اللي هي ده، بس الفكرة في حاجة واحدة يا اخوانا، في ملحوظة عايز ألاحظ عليها أو أبدي ملاحظتي عليها، هو إيه ده؟ أيوه يعني إيه ده برضه؟ يعني إيه اللي حاطه هنا ده؟ محدش يقول لي ده فلتر، ولو فلتر هو ليه عمله؟ يعني أنا مش عارف برضه، ليه عايز يبين إن ده، يعني أنا المفروض أحط هنا أصفر؟ ولا البس لكم ازرق زي دي، ولا احط هنا ازرق؟ ما انا مش عارف، ف مش عارف اقول ايه. دي نو كومنت، دي نو كومنت. اشوف فيك يوم. خلي بالك هنا اخوانا، هو في بانيو او في الحمام اللي هو كان في اوضه النوم، بياخد عادي دوش عادي او شاور ايا كان اللي بياخده، فالتليفون بتاعه بيرن، فهو بينده لها، المفروض ان هم متخاصمين بس هو بينده لها. ده برضه يدل على ايه؟ ان المرأة عصب المجتمع، وان هي نصف العمود الفقري للرجل، وما يقدرش يستغنى عنها ابدا، فبينده لها تجيب له الموبايل عادي. هي بقى عشان بتاعت نكد ومتضايقه منه ومخنوقه منه ومش طايقه اساسا، فمسكت الموبايل ورمته له في الميه، رمته له في البانيو بتاعه. هو خض كده يا اخوانا وماسكه كده بالماسكه دي، بيوري لكم ان هو ايفون 6 6 بلس او 6 اس بلس اي دونت نو. بيوري لكم ان الموبايل الواقع ده كان في الواقع في الحمام الواقع في الميه ده كان ايفون، فبيوري لكم ان العلامه بتاعته اللي هي ابل، بيوريك ان هم صارفين وان هو صارف وان هم اغنياء، واحنا مش محتاجين نعرف كده من الديكور اللي كان معمول اساسا. بس فكره ماسكه البتاع كده دي بصراحه تحفه، انا يعني انا بحيي عليها. بيقول انا كنت هفك منك، ويحرك الحته دي كده عشان تلمع في الاضاءه، فنشوف احنا كده ان هم طقم مع الشفايف بتاعته، ومحدش يقول ان ده لون شفايفه طبيعي. مش هنتكلم في الحته دي. طب انتوا ناس بتعرف في شفايف، انا ما اعرفش. انا صراحه مستخسر ادفع اجره ومهر ومش عارف مين، ف يعني ومتضايق كده وبيعمل كده مش عارف. من واضح اخواننا هنا من كلامه ان هو عارف كل المشاكل وعارف كل الخناقات، وعارف انها بتاعت مشاكل او بتاعت نكد، ومع ذلك مستمر. اي فائده الاغنيه ما نعرفش، يعني هو مستمر معاها ومستمر في كل حاجه، وعارف ان هو هيخسر فلوس لو حب يطلقها كل حاجه، بس برضه مكمل. فمش عارف مين اللي يحس على دمه في الموضوع بصراحه. بيقول لها انا كنت مدلع نفسي وعلى الرايق ويوماتي خروج. انا مش فاهم هو ليه ما حدش قال له اخرج عادي، يعني ما تخرج، فمش حبسها كده في البيت. انت اللي عايز تنام يا ابني، كل ما نام بتعمل مشكله، اكيد نايم على طول. انت يوم ما تتغير تنام. بيقول لها انا دخلت البيت من بابه وشكلي كده مش عارف ناوي على ايه، فيعني انت خلاص يا ابني، انت تقريبا متجوزين، فانت مش لازم تزعل لها بالموضوع ده، يعني هي لو تعرف ده هيحصل اكيد ما كانتش عملت كده عشان الاغنيه ما تطلعش. انا بأبدي اعجابي بالشراب اللي هو ماسكه اديداس أديدا. بصراحة يا اخوانا عشان نقول صراحة يعني اللي بيحصل ده اوفر يعني. يعني هي مصرة، او المخرج او اللي عايز يعمل الاغنية دي مصر انه يطلع ان هي متخلفة او ان هي ابيضة. يعني مرة دلعت عليك القهوة، مرة رمت الموبايل عن قصد، مرة رزعت الباب فطلع الاغنية باسم رزعت الباب. هنا وقعت طبق تقريبا على ايده، هو بيعمل نسكافيه او بيعمل مية سخنة او بيعمل ايا كان بيعمل ايه، ف واو، ففي مشكله بتحصل يعني بصراحه. الراجل اوفرلودد بالموضوع ده، فكتر خيره يعني، المفروض يعمل الاغنيه المره الجايه دلقت النسكافيه. واخيرا اخيرا اخيرا قرر يخرج، قرر يخرج يا اخوانا، طالع بيلبس كده وبيظبط نيته وطالع وبيرش برفان. شوفوا مين اللي بيفتري يا اخوانا، شوفوا مين اللي بيفتري.
مل منها خلاص وطالع، يعني غالبا مل منها وخلاص وطالع، وغالبا خلاص اخر الفيديو كده. الكادر اللي جاي ده يا اخوانا انا عايز نشوفه مع بعض ونفهم هو مين حبس مين. انا مش فاهم هو كان طالع ورا الراي ولا هو حبسها، ولو حبسها حبسها فين وفين باب الشقه، مش عارف فين. اكيد ده باب الشقه، لان في الكادر فوق باين ان في الباب فيه عين سحريه، فهو مش هيحط عين سحريه في باب اوضه النوم اكيد يعني. بيعملها، انا شايف ان احنا بعد كده لازم نختار حته ان يبقى فيه لغه بالاشاره، او نجيب الكلام عادي في الترانسكريبشن من تحت او في السبتايتل من تحت بالعربي، مش مشكله. هي بتغيظ وتعمل كده؟ لا، هي بصراحه كده يعني بدا يبان عندها ان ما عندهاش دم. انا حاسس ان هي ضحكت مش علشان تغيظه، لا هي ضحكت عشان تبين له ان هو عبيط. ليه عبيط؟ لانه هو حبس نفسه، فاهمني؟ يعني هو لبس وتشيك ورش البرفان، انا مش فاهم فين، ما طلعش ما خرجش. هو لبس وحط برفان وجاء من عند الباب الحركتين دول اللي كل الناس شايفاهم، بس ما عملش حاجه. فهي تقريبا ضحكت عليه هو، يعني هو اهبل هو عبيط. في الاخر خالص هو ماشي بيجري، فبيجري ليه؟ تقريبا هي مسكت له الشبشب وهتجري وراه. ما شفتش اغنيه اجمل من كده، وزي ما قلت اللي جذبني وشد انتباهي اللون البتاع ده مع اللون ده. فلو اخوانا انتم موافقين على الكلام ده، قولوا لي المره الجايه احط لكم بتاع صفرا هنا او اطقم لكم معاها وامسك لكم شرابات عادي. زي ما احنا شايفين ده جايب، يعني لكم كل التعليق ولكم كل الحريه انكم انتم تسيبوا تعليقاتكم في الكومنتس تحت، تقولوا لي رايكم في الفيديو اللي انا عملته ده، او في الاغنيه اللي انا ضيعت وقتي وشفتها دي، كانت عباره عن 3 دقائق غالبا. اتمنى انكم كلكم تكونوا استمتعتوا معنا، واتمنى انكم تكونوا مبسوطين دايما يا رب. لو عجبتكم لو عجبكم الفيديو ده او عجبتكم الفكره، ممكن تقولوا رايكم في الكومنتس تحت. ولو عجبتكم الحلقه لايك كومنت شير، ده كله حاجات كل الناس بتحبها. والسبسكرايب يا حبذا بالسبسكرايب. شكرا خالص يا جماعه على وقتكم ودمتم سالمين، وشكرا خالص للناس اللي عملت الاغنيه الشنيعه دي، واحنا عملنا شغل برضو عليها. شكرا.